حسمت أوبرا وينفري الجدل بشأن احتمال ترشحها لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة. وأعلنت وينفري في برنامج حواري تلفزيوني أنها لن تخوض الانتخابات قطعا. وكان الشهر الماضي ظهرت دعوات كثيرة على موقع تويتر من محبي وينفري تطالبها بالترشح للرئاسة ضد الرئيس دونالد ترامب بعد خطاب ملهم ألقته خلال حفل جوائز جولدن جلوب لدعم ضحايا التحرش الجنسي.